لو كنت من الطلبة اللي بيقولوا مهما جبت مجموع مش هدخل اللي أنا عايزه، لو كنت من الطالبات اللي بتقول هجيب مجموع إيه بعد ما شفت صعوبة الامتحانات اللي فاتت دي، خلي بالكم لسه الفرصة موجودة تدخلوا كليات القمة وكمان بمجموع مش كبير قوي. هنتعرف على ده إن شاء الله، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بيكم على قناتكم، قناة درس مش خصوصي مع محمود زكي. لو كنت لسه ما اشتركتش في القناة، ياريت تسارع بالاشتراك، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس للكل علشان يوصلك إشعار بكل جديد. ولو انت مشترك في القناة ياريت لايك، وما تنساش اللايك للفيديو وكمان تعمل له شير علشان الكل يستفيد. كتير جدا من الطلاب بعد ما شافوا صعوبة الامتحانات في مواد كتير مرت بيقولوا خلاص حلمنا راح، لكن بنقول لكم وبنأكد عليكم ان الحلم لسه موجود والامل في الله كبير. ليه؟ لان في كليات مهمة جدا ممكن تقدم فيها وبتعتبر من كليات القمة. الكليات دي هنتعرف عليها دلوقتي بعد ما نشوف يعني ايه الكلية اللي ممكن تقدم فيها، وكمان ممكن التقديم فيها علشان تحجز للاختبار قبل ما تطلع نتيجة الثانوية العامة وقبل ما تعرف مجموعك ايه بالظبط. وكمان هنتعرف على ان المجموع مش لازم يكون كبير جدا، برغم ان الكلية كبيرة جدا وبتعتبر من كليات القمة. ثواني وهنتعرف مع بعض على الكليات اللي ممكن ندخلها بمجموع مش كبير قوي لكنها كليات قمة، نتخرج منها بيعني شهادة كويسة جدا وكمان يتقال لنا يا باشمهندس. أول كلية هنتعرف عليها هي كلية فنون تطبيقية، وطبعا كلية فنون تطبيقية بتعتبر من كليات القمة، ولازم الطالب علشان يدخلها لازم يحجز للاختبار. الكلية دي بيقدم فيها طلاب علمي، سواء علمي علوم أو علمي رياضة. تنسيق كلية فنون تطبيقية لعام 2021 في جامعات جمهورية مصر العربية بيعتبر من أهم ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة اللي عايزين يلتحقوا بكلية الفنون التطبيقية. طبعا أول حاجة هنعرفها تنسيق الكلية، كمان أقسام الكلية وشروط الدراسة بيها وأماكن إجراء اختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية، إلى جانب معاد إجراء الاختبار للكلية. كل ده هنتعرف عليه دلوقتي إن شاء الله. وعارفين إن الكلية بتدي شهادة بتعادل شهادة كلية الهندسة، ونتعرف أكتر على الكلية لما نشوف التنسيق ونتعرف على يعني كل ما يخص هذه الكلية. طبعا تنسيق كلية فنون تطبيقية بيتوقع إن الدرجات بتاعته تكون أقل من العام الماضي بنسبة، طبعا يعني تكون قليلة. وهي معروف إن الكلية كانت بتقبل من 80% لحد 90%، وطبعا يعني ده برضو ممكن يكون السنة دي أو أقل من كده، لكن بوجه عام الخبراء بيتوقعوا إن النتائج تكون مقاربة للعام الماضي. وطبعا تنسيق الجامعات الحكومية بها كلية فنون تطبيقية، وأربع جامعات هنتعرف عليهم هي اللي فيها يعني التنسيق ده. أقسام كلية فنون تطبيقية فيها العديد من الأقسام: قسم العلوم الأساسية، قسم التصوير الفوتوغرافي والسينما. وطبعا موضوع الدراسة فيه بيختلف تماما عن الدراسة في كلية فنون جميلة، علشان الطالب بيدرس كل ما يتعلق باستخدام آلات التصوير المختلفة والكادرات الخاصة. فيها كمان قسم الإعلان، وده الطالب بيدرس فيه كل ما يتعلق بالإنتاج الإعلاني. قسم النحت، وبيهتم بدراسة المنحوتات والخامات الخاصة بكافة أنواعها. قسم تصميم المنتجات، وكمان قسم التصميم الإعلامي. طبعا دي بعض الأقسام اللي موجودة في كلية فنون تطبيقية، ولكن في أقسام تانية موجودة في الكلية، والأقسام دي برضو مختلفة وليها أهمية كبرى. من الأقسام اللي موجودة دي كمان قسم التصميم الجرافيك، عندنا قسم
الصناعة والتجهيز وطباعة المنسوجات، وقسم التشكيل المعماري والنحت والترميم، وقسم الزجاج، وده بيهتم بدراسة أنواع الزجاج والكيمياء الخاصة بتصنيعه والفنون القائمة على الزجاج في الأعمال المعمارية، وقسم الزخرفة وبيعتمد على الأعمال اليدوية الحرفية والموهبة الشخصية، وده قسم بيجمع ما بين الفن والهندسة. قسم التصميم الصناعي وبيدرس تصميم وصناعة الأدوات الكهربائية والميكانيكية المنزلية والصناعة أو الصناعية، وقسم التصميم الداخلي والأساس، وطبعا ده معروف باسم قسم الديكور، الطالب بيدرس فيه ديكور في كافة الأماكن. كمان قسم الخزف بيدرس صناعة الأدوات الخزفية والسيراميك، وقسم الأساس المعدني والإنشاءات المعدنية والحديد، وده طبعا بيدرس المفاهيم العامة لعملية التصميم وأساليب معالجة المشاكل وأهم اتجاهات وأساليب التصميم العالمية للمنتجات المعدنية المختلفة. كمان في قسم الغزل والنسيج والتريكو، وطبعا قسم الأزياء والملابس الجاهزة، وده بيدرس تصميم الملابس للأعمار السنية المختلفة وفقا للدراسات التشريحية لجسم الإنسان، تعرف على الخامات المستخدمة وخطوط الموضة. كمان قسم الديكور والعمارة الداخلية، وقسم الطباعة والنشر والتجهيز، وده بيدرس تصميم الجرائد والمطبوعات الإعلانية واللوح الإرشادية. طبعا مدة الدراسة في كلية الفنون التطبيقية بتكون 5 سنين، سنة إعدادي وأربع سنين تخصص، بيدرس فيها الطالب مواد فنية عديدة، يعني زي الخط العربي والزخرفة وعناصر الطبيعة وأسس التصميم، ومواد هندسية نحو عمارة ورسم هندسي ورياضة وهندسة وصفية. كلية الفنون التطبيقية بتعتبر دمج ما بين الهندسة والفنون، عشان كده بتقبل طلاب الثانوية العامة من الشعب العلمي يعني نوعيها العلمي علوم ورياضة، وكل خريجي كلية الفنون التطبيقية بينتسبوا يعني نقابة صميم الفنون التطبيقية، لكن اللي بيدرسوا بس قسم المنسوجات وقسم طباعة المنسوجات هم اللي بينتسبوا إلى كلية الهندسة. شروط الدراسة بكلية الفنون التطبيقية ان هم يحصلوا على مجموع الثانوية العامة اللي بيحدده مكتب التنسيق التابع للمجلس الأعلى للجامعات من الشعبة العلمية والهندسية فقط، وطبعا اجتياز امتحان القدرات. الأماكن اللي بتجرى فيها الامتحانات محافظة القاهرة والجيزة، هيتم الاختبار بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان اللي موجودة في الجيزة طبعا، محافظات الغربية والإسماعيلية والمنوفية والشرقية والسويس والأليوبية هيجروا الاختبار بكلية الفنون التطبيقية بجامعة بنها، محافظات الإسكندرية ومطروح وسيوة والبحيرة وكفر الشيخ وشمال سينا وجنوب سينا والدقهلية وبورسعيد ودمياط هيجروا الاختبار بكلية الفنون التطبيقية جامعة دمياط، أما سكان الصعيد محافظات أسوان وإنا والأقصر والبحر الأحمر وبني سويف وسوهاج والفيوم والوادي الجديد وأسيوط هيتم الإجراء للاختبار بكلية الفنون التطبيقية جامعة بني سويف. موعد اختبار القدرات لكلية الفنون التطبيقية، طبعا بيبدأ التسجيل في اختبارات القدرات إلكترونيا، وده هيكون من يوم السبت 8 أغسطس إن شاء الله، والاختبارات من يوم 8 لحد يوم 20 أغسطس. مدة الاختبار في الرسم والتصميم 4 ساعات، يتم التصحيح والتقييم بواسطة الكلية المقدم إليها الطالب. الأدوات الواجب توفرها في اختبار القبول أدوات بسيطة جدا، قلم رصاص عادي HB أو 2B، وأستيكة طبعا، مسطرة ومثلث وبرجل، ألوان جوش أو ألوان خشبية أو ألوان فلو ماستر، ودي طبعا كلها أدوات بتستعمل في الاختبار، وطبعا الطالب بيجيبها علشان يتم الاختبار بيها. دي طبعا أهم الحاجات اللي موجودة عن يعني كلية الفنون التطبيقية. أما بالنسبة لفنون جميلة فهنتعرف على مصاريف كلية فنون جميلة والأقسام وشروط الالتحاق بالكلية دي. طبعا مصاريف كلية فنون جميلة يعني هنتعرف عليها بإذن الله، وهي مصاريف بسيطة بتقدر بحوالي يعني 1500 جنيه في السنة، وطبعا ده غير الكتب يعني والأدوات اللي الطالب بيجيبها علشان يتدرب بيها. نروح الأول لأخبار ونبذة عن الكلية. الفنون الجميلة بتجمع ما بين تخصصات جميع الشعب الأدبية والعلمية والهندسية، فإذا كانت فنون تطبيقية للعلم فقط علوم ورياضة وفيها أقسام للرياضة فقط يعني زي العمارة،
لا احنا بنقول ان الفنون الجميلة للعلمي والادبي معا، وبتعتبر يعني من كليات القمة زي ما قلنا. اقسام كلية الفنون الجميلة طبعا بتحتوي يعني لجميع الشعب، على اول حاجة قسم الديكور، وده يستطيع ان يلتحق به طلاب شعبة العلم علوم وعلم رياضة، وبيقبل القسم مجموع كلي ما بين 90-89% ده السنة لغاية السنة اللي فاتت، لكن السنة دي ممكن يقل. يخرج هذا القسم طبعا مهندسين الديكور، وبينقسم التخصص لديكور عمارة وشقة داخلية أو ديكور مسرح وتلفزيون وسينما، ومدة الدراسة 5 سنين. قسم العمارة بيقبل القسم ده طلاب شعبة العلم رياضة فقط، وده بيكون مجموع الدرجات الكلي ليهم ما بين يعني من 92-93%، وطبعا القسم ده بيعتبر زي قسم يعني كلية الهندسة بالظبط. يمكن هو كمان ليه ميزة عن كلية الهندسة بيتميز بيها، والميزة دي انه يعني ما بيدرس كل حاجة في سنة اعدادي زي في كلية الهندسة. كمان قسم الجرافيك، وده بيضم شعبتين بمختلف التخصصات، هم التصميم المطبوع والرسوم المتحركة وفنون الكتاب، والقسم ده بيقبل جميع الشعب سواء علمي أو أدبي. قسم النحت وطبعا بيقبل علمي وأدبي برضه، والطلاب اللي بيتخرجوا من القسم ده بجانب عملهم بالنحت بيقدروا يشتغلوا في مصانع السيارات والهواتف، وطبعا بيتخصصوا في تصميم المنتج. ولقسم النحت مجالات متعددة ومتاحة في سوق العمل. قسم التصوير، وطبعا ده بيقبل علمي وأدبي برضو، وطبعا التصوير هنا هو تصوير الرسم مش التصوير الفوتوغرافي، ومدة الدراسة 5 سنين. طبعا أقسام النحت والتصوير والجرافيك بتبقى تبع الفنون. يعني شروط الالتحاق بكلية الفنون الجميلة، إنها بتقبل يعني الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية شعبة علمي رياضة للالتحاق في قسم العمارة، والحاصلين على الثانوية عامة شعبة علمي علوم وأدبي في قسم الفنون. وطبعا يجب اجتياز اختبار القدرات في الكلية ده بعد انتهاء امتحان الثانوية العام. اختبار القدرات لكلية الفنون طبعا بيضم قسم الفنون 3 أسئلة، وبينقسم لسؤالين عملي رسم ونحت، وسؤال واحد فقط نظري، وبيكون حوالين تاريخ الفن. أما عمارة بيضم امتحان قسم العمارة سؤالين فقط، منظور هندسي، ويكون عليك في أنك يعني ترسم رسومات هندسية زي مثلا بوابة مدرسة على سبيل المثال، والسؤال التاني بيكون نظري وهو ثقافة معمارية. وطبعا دي حاجات الطالب برضو بيتدرب عليها وبيعرفها من خلال امتحانات أو من خلال تدريبات كورس بياخده. مثلا الكورس بيتراوح ما بين من 200-350 جنيه. طبعا الطالب يعني بيقدر ان هو يعرف كل الحاجات دي من خلال كلية الفنون الجميلة، فيها اقسام كتيرة زي ما شفنا. وطبعا كلية الفنون الجميلة الادوات المطلوبة لاختبار القدرات هي بتبقى ادوات بسيطة برضو، طبعا يعني الطالب بيحتاجها الاختبار، هي قلم رصاص اتش بي او 2 بي، واستيكة، وقلم فحم 6 بي، والوان خشبية واستيكة الفحم. اما عمارة فبيحتاج سكتش ربع فرخ، وقلم رصاص 2 اتش بي اتش بي و 2 اتش، واستيكة ومسطرة. طبعا طريقة التقديم في امتحان القدرات لكلية الفنون الجميلة، طبعا بيقولوا ان التقديم يوم الثلاث الموافق 8 اغسطس، وبتمتد حتى نهاية الشهر. التسجيل طبعا بيكون إلكتروني، بتدخل على الموقع بتاع التنسيق، وبعد كده بتدخل يعني الرقم القومي، وبتدخل رقم الجلوس، وبتنقل كده بعض الأرقام اللي هو بيديها لك عشان يتأكد ان انت مش روبوت، وبتعمل إدخال، وبعد كده بتطبع الظرف ده بعد الورقة دي بعد ما بتقدم، علشان تبقى دليل عليك ان انت قدمت عمارة ولا فنون ولا ايه بالظبط. لكل طالب كان حاسس ان الفرصة انتهت بالنسبة له، بنقول له لا، الفرصة لسه قدامك، حاول تقدم في فنون تطبيقية او فنون جميلة، عمارة او فنون، حاول تلحق لك فرصة فيها وتلحق الاختبار، علشان يعني لو ربنا ما كتب لكش ان انت تجيب المجموع اللي بتتمناه عشان تدخل كلية من كليات القمة،
الكلية دي برضو كلية من كليات القمة، بتديك شهادة بتعادل شهادة الهندسة، أو هي شهادة هندسة بالفعل، ولقبك بيكون باش مهندس، وكمان بتشتغل في مجالات مختلفة بيحتاجها سوق العمل. نتمنى نكون فدناكم بالفيديو ده، وبندعي لكم بالنجاح والتفوق بإذن الله، وان انتوا تحصلوا على أعلى الدرجات وتحققوا كل اللي بتتمنوه وزيادة.